في الصحيحين لما سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. وكذلك كان يرخمها الترخيم، ترخيم الاسم، يعني كان صلى الله عليه وسلم يرخم الترخيم، هذا هو يعني نوع من أنواع المنادى. مثلا تقول مثلا عن شخص مفلح تقول يا مفلو، تحذف آخر حرف من باب ماذا؟ من باب الترخيم. كان صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة، ترخيم. الترخيم والتحسين يعني هذا نوع من أنواع حسن الكلام الطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اتقوا النار كما في الصحيحين ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. لمن؟ لعموم الناس. فما ظنكم بالمرأة التي تحتاج إلى كلام طيب حسن؟ والمرأة ضعيفة، يعني بكلمة واحدة تكسر خاطرها وبكلمة أخرى تجبر خاطرها. يكفينا في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم لأهله، استوصوا بالنساء خيرا.